أهلا بكم يا أصدقائي في سلسلة كاسباروف مدربك في الشطرنج. شعارنا دايما هو الدراسة مع المتعة، ولن نجد أمتع من دراسة أدوار كاسباروف. السلسلة دي عبارة عن مجموعة من أدوار كاسباروف، هنتعرف خلالها على مسيرة حياته في الشطرنج، وفي نفس الوقت هنتعلم من كل دور درس جديد. يعني مثلا في دور لاستغلال الأعمدة، ودور آخر هشرح المربعات القوية والضعيفة، ودور هنعرف إيه هو الفيل الجيد والفيل السيء، وكذلك دور للهجوم على الملك، وهكذا حتى نهاية هذه السلسلة. هحاول إني أبتعد عن التفريعات المعقدة والطويلة، ولكن هحاول دايما إني أشرح لك كل نقلة مهمة، وهدفي إنك تخرج بعد مشاهدة كل فيديو ومستواك قد ارتفع. وأرجو إذا أعجبك محتوى هذا الفيديو لا تتردد في الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو والمشاركة بتعليقاتك. فيديو رقم 13 من سلسلة كاسباروف مدربك للشطرنج، والفيديو ده بعنوان السلاح السري الهجوم المضاد. كاسباروف بالأسود أمام كاربوف في الجولة الأخيرة من بطولة العالم 1985. كاربوف يريد الفوز ليحتفظ بلقبه، بينما كاسباروف يكفيه التعادل. وفي هذا الدور الدرامي من حسن حظ كاربوف انه بيلعب بالقطع البيضاء، حيث يمكنه اختيار افتتاحه المفضل E4، والدور سريعا تحول الى الدفاع الصقلي تفريع شيفينينجن. وفي الحقيقة انتصار كاسباروف في هذا الدور وفي المباراة بصفة عامة بيرجع لتحكمه الهائل في اعصابه أثناء الضغط النفسي الهائل اللي بيلاقيه في الأدوار الحرجة وخاصة النهائية. كاسباروف في هذا الدور قرر أن يلعب من أجل الفوز حتى لو كان يحتاج فقط للتعادل، وبدلا من اختيار افتتاح هادئ تسابق كاسباروف للدخول في المعركة اللي انتهت بالانتصار، وأصبح كاسباروف لأول مرة بطلا للعالم. أثناء الدور إذا كنت تواجه هجوم مباشر، فمن الأفكار الجيدة إنك توقف تطوير هذا الهجوم بالقيام بشن هجوم مضاد. على سبيل المثال إذا كان خصمك بيعمل على أحد الجناحين، إذن ربما عليك أن تضاد بهجوم في الوسط، وكذلك يجب عليك أن تضع قطعك في أماكن جيدة لتدعيم الضربات سريعا. كذلك إذا كان خصمك يستخدم الكثير من القطع لكي يواصل هجومه، فبالتأكيد سيكون هناك أجزاء من الرقعة حيث مواقعه ليس مدافع عنها جيدا. في الدور القادم كاسباروف أظهر التقنية الصحيحة ببراعة، ووضع رخيه في مواقع حيث يمكنه القيام بانتقام قوي عندما تحين الفرصة. هيا نرى هذا الدور. كاربوف بالأبيض ولعب E4، وبالطبع كاربوف كان لابد أن يتحول إلى افتتاح شرس لأنه كان مجبر على الفوز ليحتفظ باللقب، ولكن بالطبع الشراسة هي أفضل نوع يحبه كاسباروف. على أي حال كاسباروف رد بC5، الدفاع الصقلي نايت F3، D6، D4، CD4، نايت D4، نايت F6، نايت C3، A6. تفريع نشدورف في الدفاع الصقلي، وكاسباروف كان بيحب تفريع نشدورف وكذلك تفريع شيفينينجن، وهو حاليا اختار تفريع نشدورف، ولكن بعد رد كاربوف التالي تحول كاسباروف الى دفاع شيفينينجن. كاربوف لعب بيشوب E2، وهنا كاسباروف لعب E6. بلعبه E6 اتحول كاسباروف الى دفاع شيفينينجن. اذا كان عاوز يكمل في تفريع نشدورف كان لعب النقلة E5، ولكنه لعب E6 وتحولنا الى تفريع شيفينينجن، والاسم ده جاي من اسم مدينة هولندية حيث لعب فيها هذا التفريع لاول مرة في الدفاع الصقلي. وتفريع شيفينينجن بيتميز بان الاسود ما بيوضحش موقفه في الوسط، انما بيعبأ قواته سريعا وفي النهاية بيحدد شكل الوسط. على اي حال كاربوف كمل بكاسل بيشوب E7 F4 كاسل كينج H1. دي الخطة النموذجية للأبيض. الملك بيتحرك بعيدا عن الوتر المفتوح G1 A7، والرخ ممكن يجي في المربع G1 عشان يساعد في الهجوم بعاصفة للبيادق والتقدم في جناح الملك.
والاسود كمل بكوين سي 7. الاسود بالطبع بيسعى للعب المضاد على عمود سي في الدفاع الصقلي، ومن الواضح ان الابيض هيهاجم في جناح الملك، بينما الاسود هيركز على الهجوم في جناح الوزير، بينما الوسط هتكون المساحة الاكثر احراجا، وكل من الجانبين بينتظر رد فعل المنافس لكي يحدد موقفه في الوسط. وكمل الدور A4. الابيض بيمنع لعب المضاد الاسود في جناح الوزير، وخاصة بالنقلة B5، والاسود كمل نايت C6. وضع الحصان على C6 ده نموذج طبيعي لتفريع شفرينجن، بينما في تفريع ناشدورف الحصان بيجي على المربع D7. والحقيقة تفريع شفرينجن ده واحد من اكتر الافتتاحيات اللي بتحتاج للفهم الاستراتيجي العميق، ولذلك فهو ليس ملائم للعب المبتدئين او اللاعبين ذو المستوى المتوسط، وغالبا اللاعبين بيمارسوا تفريع شفرينجن لان لاعبيهم المفضلين بيمارسوا هذا التفريع. لكن بالطبع دي مش فكرة جيدة، لانك لو تحب تلعب تفريع شفرينجن بطريقة صحيحة عليك ان تكون لاعبا استراتيجيا جيد جدا، وفي الدور ده هتشوف ازاي الافكار الاستراتيجية معقدة والموضوع ليس بالحسابات السطحية، لان هيكل البيادق حتى الان هيكل مرن ويمكن ان يتشكل تبعا لمجريات الدور، وده بيحتاج لتفكير طويل وعميق، بل في بعض الاحيان لابد انك تعرف منذ البداية الشكل اللي هتوصل له في مرحلة نهاية الدور. على اي حال الدور كمل ببيشوب E3 روك E8، والموقف ده شاهدناه كثيرا في لقاءات سابقة بين كاربوف وكاسباروف، ولكن في هذا الدور الاخير تحول سريعا الى معركة بين تحضيرات الافتتاح بين كلا اللاعبين، وكاربوف كمل بيشوب F3. بالنقلة دي بيغلق عمود الاف وبيوفر للملك دعم اضافي، لانه في النهاية هيضطر لتحريك بدأ الجيل الامام والقيام بعاصفة بيادق في جناح الملك. وكمل الدور روك B8 كوين D2 بيشوب D7 نايت B3 B6، وهنا كاربوف بدأ هجومه ولعب G4. وبالطبع دي افضل نقلة في هذا الموقف، ولكن عيبها الوحيد انها لا تتلائم مع اسلوب كاربوف الهادئ. كان كاربوف في المباراة السابقة ما بيلعبش G4، انما كان بيلعب النقلة بيشوب F2، ودي اللي بتتلائم مع اسلوبه، لكن في هذا الدور يلزمه الفوز ولذلك لعب G4. وكاسباروف رد بالنقلة القوية بيشوب C8. الفيل بيتراجع ليخرج المربع D7 للحصان في المستقبل، وبالفعل كاربوف كمل G5 طالب الحصان، والحصان تراجع للمربع D7، وهنا كاربوف لعب كوين F2. وكمل الدور بيشوب F8 بيشوب G2 بيشوب B7. الاسود رغم انه بيلعب في جناح الوزير الا انه بيراقب عن بعد التطورات في جناح الملك، وهو بيستعد لنقلة الابيض المحتملة بF5 وتطوير الهجوم الابيض في جناح الملك. وكمل الدور روك AD1 G6، وهنا كاربوف فكر لمدة 45 دقيقة لكي يضع استراتيجيته للهجوم، وبالفعل نفذ افضل نقلة في هذا الموقف وهي بيشوب C1. رجوع الفيل للمربع C1 له اكتر من فايدة، اولا بيحمي بيدق B2 المنتظر انه يتعرض للتهديد بعد الاسود ما يلعب البيشوب G7، وكذلك بيخلي الصف الثالث للرخ لما يلعب روك D3، ومن هنا ممكن ينتقل سريعا الى جناح الملك ويختار العمود الملائم اللي يحب يتواجد عليه. وكاسباروف كمل روك B C8. كاسباروف وصف النقلة دي بانها اسوأ نقلاته في هذا الدور، وكان المفروض بدل ما يلعب الروك C8 يكمل لعبه في جناح الوزير بنقلة زي النايت C5، وممكن التفريع يكمل نايت تيك C5 BC5 روك D3 نايت D4 روك H3 كوين E7، والاسود كده في موقف متوازن وله فرص للعب في جناح الوزير وكذلك الدفاع في جناح الملك. ولكن على اي حال كاسباروف ملعبش النايت C5 انما لعب الروك C8، وهنا كاربوف كمل بروك D3. النقلة دي بنسميها مصعد الرخ، والرخ بيتقدم للامام وبيوصل لصف خالي
ويبتدي من هنا يتحول إلى جناح الملك وله الحرية في اختيار العمود اللي ينتقل إليه. وكاسباروف كمل نايت بي 5 طالب الرخ، والأبيض لعب روك اتش 3 بيشوب جي 7. النقلة دي أيضا مش أفضل نقلة في هذا الموقف، وكان الأسود عنده نقلات أفضل زي النقلة اف 5 اللي هتمنع نقلة الأبيض القادمة، وكذلك الأسود ممكن يلعب هنا كوين سي 4، لكن الأسود ملعبش هذه النقلات إنما لعب البيشوب جي 7 وكربوف كمل بيشوب اي 3. كربوف بيصوب على البيدق الضعيف اللي على المربع بي 6، ولكن النقلة دي مش أفضل نقلة في هذا الموقف لأن كربوف كان عنده نقلة قوية وهي اف 5، وبالنقلة دي الأبيض هيكون له هجوم واعد في جناح الملك، وممكن التفريع يكمل اي تيكس اف 5 اي تيكس اف 5 بيشوب تيكس جي 2 تشيك كينج جي 2. والأبيض أفضل برغم إن ملكه أصبح مكشوف قليلا، وهو حاليا بيهدد بفتح عمود الاف بالنقلة اف تيكس جي 6، وأفضل نقلة للأسود هي نايت اف 8، وهنا الأبيض ممكن يلعب اف 6 والأسود هيرد ببيشوب اتش 8، وقطع الأسود أصابها التقلص والأبيض أصبح في موقف له في الأفضلية. لكن كربوف فوت الفرصة وملعبش الاف 5 إنما لعب البيشوب اي 3، وهنا كاسباروف انتهز الفرصة ولعب أحد أفضل نقلاته في الدور وهي النقلة الاستراتيجية روك اي 7. النقلة دي بتدل على عمق تفكير كاسباروف، لأنه متوقع إن بدأ الإف هيختفي والرخ هينتقل إلى المربع اف 7، والرخ الآخر هينتقل إلى المربع اي 6 عشان يحمي الإضعاف الجديد اللي هيظهر على المربع دي 6. على اي حال خطة كاسباروف هيكتب لها النجاح لما يختار الوقت المناسب للعب النقلة اف 5. على اي حال كربوف كمل كينج جي 1. الملك بيعود تاني لمربعه الطبيعي بعد الابيض ما سيطر على الوتر جي 1 اي 7، ولكن مازال هناك اضعاف خفي على المربع اي 3 وهيظهر لما يتم فتح العمود اي، ولذلك كاسباروف لعب هنا احد نقلاته القوية في الدور روك سي اي 8. كاسباروف بيزوج الرخين وبيستعد للعب النقلة اف 5 اللي هيفتح بعدها العمود، وهنا الرخين هيكونوا مصوبين على الفيل الموجود على المربع اي 3، والابيض كمل روك جي 1، وهنا كاسباروف لعب نقلة الدور اف 5. كاسباروف بالنقلة دي بينفذ خطته وبيبدأ هجوم المضاد، وبالنقلة دي هيفتح العمود F لكن بشروطه، وكمل الدور GF6 وكاسباروف فاجئ الجميع ولعب نايت تيكس F6. كاسباروف بيترك بيدق البي 6 وليس مهتما بشأن جناح الوزير، وكاسباروف بيعتمد على فتح العمود F اللي هيغير شكل الدور تغيير درامي. ودلوقتي كاسباروف مستعد للتحول من الدفاع الى الهجوم مستخدما عمود الاف، وكربوف كمل روك جي 3. كربوف يبدو انه مشوش قليلا، وكان من الافضل لكربوف ان الرخ يبقى في مكانه ويكمل بالنقلة بيشوب تيكس بي 6، لكن يجب دائما اننا نتذكر ان اللاعبين وخاصة كربوف بيلعب تحت ضغط عصبي شديد، ولذلك لعب النقلة روك جي 3. وكاسباروف كمل في خطته ولعب روك اف 7، وكربوف كمل بيشوب تيكس بي 6 طالب الوزير كوين بي 8. كاسباروف رؤيته الاستراتيجية صحيحة، وهو عارف ان مستقبل الوزير هو اللعب على الوتر بي 8 اتش 2، وكذلك الوزير من المربع بي 8 بيمارس بعض التهديدات الخفية على فيل البي 6. على اي حال كمل الدور بيشوب اي 3، وده تراجع منطقي للفيل من ناحية انه بيبتعد عن اي تهديدات من الوزير، وفي نفس الوقت بينضم للهجوم على جناح الملك، ولكن كاسباروف هنا كمل بنقلاته القوية نايت اتش 5 طالب الرخ. كاسباروف بالنقلة دي اعلن ان المبادرة اصبحت في يده حتى نهاية الدور، وكربوف كمل روك جي 4، وهنا كاسباروف لعب النقلة الخبيثة نايت اف 6 طالب الرخ مرة اخرى. ودلوقتي كربوف تحت ضغط نفسي هائل،
بالطبع أفضل نقلة للأبيض هي روك جي 3، ولكن بكده كارموف بيعلن رضاه بالتعادل، لأن كاسباروف هيكمل بتكرار النقلة نايت اتش 5، وكارموف لازم يعود للمربع جي 4، وبينتهي الدور بالتعادل لتكرار النقلات، لذلك هو مضطر إن يلعب روك اتش 4 رغم إن دي مش أفضل نقلة، وكاسباروف كمل بنقلاته القوية ولعب جي 5 نقلة قوية. النقلة دي من النقلات النادرة اللي بيستطيع فيها اللاعب تقديم البيدق وبيكشف ملكه للخطر، ولكن في نفس الوقت النقلة دي نقلة قوية لأنها هتفتح عمود F، وهيتبقى بين الرخ وبين الوزير مجرد وجود الحصان، ومن هنا كاسباروف هيقدر يمارس بعض خططه التكتيكية. على أي حال كارموف مجبر على لعب F takes G5، وهنا كاسباروف لعب نايت G4، بيعطي شوكة للوزير والفيل، وبالطبع الرخ ما يقدرش ياخد الحصان لان الاسود في نفس الوقت بيكشف هجوم من الرخ على الوزير، ولذلك كارموف مضطر للعب كوين دي 2 نايت تيكس اي 3 كوين تيكس اي 3، وهنا كاسباروف لعب نايت تيكس سي 2، وبكده كاسباروف استرجع احد بيده المفقودة، وفي نفس الوقت بيحافظ على مبادرة لان الحصان بيهدد الوزير، وهنا كارموف لعب كوين بي 6. كاسباروف مازال متخلف ببيدق، وبرغم ان زوج الافيال بيعطيه بعض التعويض، ولكن على اي حال كاسباروف عليه ان يجيب على السؤال الهام، هل تكسير الوزيرين في صالحه ام لا، ومسيرة الدور باكملها بتعتمد على هذا القرار. وبالفعل كاسباروف اخذ القرار ولعب بيشوب اي 8 وبيعرض تكسير الوزيرين. بالطبع كارموف ما يقدرش ياخد بيدق الاي 6 لانه هيترك حصان البي 3 بدون حماية، ولكن للأسف كارموف ضل طريقه هنا ولعب النقلة السيئة روك تيكس دي 6، خطأ فادح وهيخسر قطعة. افضل نقلة للابيض في هذا الموقف انه يلعب كوين تيكس بي 8 وبعد روك تيكس بي 8 يلعب بيشوب اتش 3، ودي هترجع للابيض بعض المبادرة، والاسود عليه ان يلعب بدقة شديدة ليحافظ على تفوقه. وممكن التفريع يكمل بروك اي 7 وبعد روك تيكس دي 6 روك تيكس بي 3 روك دي دي 8 تشيك كينج اف 7 روك تيكس اي 8 روك تيكس بي 2. الابيض مازال محتفظ بالبيدق الزائد، ولكن رخ الاسود اللي على الصف السابع مع سيطرته بالفيل على الوتر الطويل هيؤدي باللعب الصحيح الى فوز الاسود. لكن على اي حال كارموف ما لعبش كوين تيكس بي 8 انما لعب روك تيكس دي 6 وكمل الدور روك بي 7، ودي نقلة قوية وحسمت الدور لان الابيض هيخسر حصان بي 3. وبعد كوين تيكس اي 6 روك تيكس بي 3 روك تيكس اي 6 روك تيكس بي 2 كوين سي 4، كارموف بيلعب باخر اوراقه وحاليا بيهدد بكش بالكشف للملك الاسود، لكن كاسباروف رد ببساطة كينج اتش 8. ودلوقتي الابيض له مؤقتا 3 بيادق امام الفيل، ولكن ملكه مكشوف للغاية، وكارموف كمل اي 5 على امل ان يقدر يوصل بالوزير في الوقت المناسب لمربع اي 4 او مربع دي 3 بالتهديد بتشيك ميت على المربع اتش 7، لكن كاسباروف ما ادهوش اي فرصة وحسم الدور بعدد من الكشات، بدأت بكوين اي 7 تشيك كينج اتش 1 بيشوب جي 2 تشيك كينج جي 2 نايت دي 4، بيكشف كش بالرخ وفي نفس الوقت بيهدد رخ الاي 6، ولذلك كاربوف سلم. في الدور ده شفنا شيء غريب، وهو ان هجوم الاسود رغم انه بعيد عن الملك الابيض انتصر على هجوم الابيض بالرخين رغم انهم قريبين جدا من الملك الاسود. على اي حال بالدور ده كاسباروف اصبح بطل العالم لاول مرة، وكارموف العظيم خسر لقبه اللي احتفظ بيه لمدة 10 سنوات. على اي حال هنرى في الدور القادم احد جولات كارموف وكاسباروف في احد تحدياتهم على لقب بطولة العالم، والى اللقاء. وارجو اذا اعجبك محتوى هذا الفيديو لا تتردد في الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو والمشاركة بتعليقاتك.